أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شاركت المرأة في قتال المسلمين فهل تقتل؟ نعم، الذي يقاتل يقتل، سواء امرأة أو رجل أو كبير أو شيخ أو راهب، الذي يقاتل المسلمين يقتل. قلنا لكم أن الكافر يقتل لأحد أمرين: إما لأنه ينشر الشرك ويدعو إليه، وإما لأنه يقاتل المسلمين. نعم.